أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل للرجل: الخيبة لا تعرف طريقها إليك، وتكون حكيما في مواقفك كثيرا، فيرتد الأمر عليك إيجابيا، لكن لا تغلق أبواب مفتوحة فقط لأنك عصبي أو عنيد، ولا تصعد خلافات فقط تواجه مزيدا من الجفاف في العلاقات أو من العرقلة في الأمور العملية والشخصية. توقعات برج الحمل للمرأة: عقلك هذه الفترة مليء بالكثير من الأشياء التي لم تفكري فيها من قبل، فلم يعد بإمكانك أن تفكري في أي شيء آخر. اعطي لكل شيء حقه، رتبي أفكارك وضعي خطة للتعامل مع كل مسألة على حدة. لا تريدين أن تضيعي أي فرصة، فلا تريدين أن تنشغلي بأي شيء قد يقلل من إمكانياتك وتركيزك. تأكدي من أنك على الطريق الصحيح، يلزمك فقط بعض الثقة. فكري في كل شيء قبل القبول والرفض. توقعات برج الحمل الثلاث 5 أكتوبر تشرين الأول 2021: كن مهذبا ومحترما تجاه معتقدات الآخرين، أنت على طريق النجاح، ولكن كما هو الحال دائما لا تخطئ عندما يتعلق الأمر بأخذ التحذيرات اللازمة. الحياة لا يمكن التنبؤ بها، لذلك لا تتذمر من العقبات التي تصادف طريقك، انطلق في طريق الحياة بقوة وحماس. عاطفيا، ستتم إعادة زيارتك من قبل شخص من ماضيك اليوم، على الرغم من أن هذا الشخص قد لا يكون ذو اهتمام رومانسي بالنسبة لك، هو أو هي سيوفر لك جزءا حيويا من البصيرة التي يمكن أن تساعدك على حل الارتباك الذي كنت تحمله معك لفترة طويلة. اتخذ خطواتك الأولى نحو الشفاء بمساعدة هذه المعلومات. مهنيا، روحك لا تقهر، لذا كرس أقصى إمكانياتك في قيادة الآخرين بدلا من تنظيم الأشياء لهم، سيكسب هذا المزيد من التقدير والسمعة لكل العمل الشاق الذي بذلته في عملك. قد تكون هناك زيادة في النفقات، لذا حاول تقليلها عن طريق الشراء والاستثمار بشكل أقل. صحيا، التمارين المنتظمة والنظام الغذائي المليء بالسلطة ممل مثل الجحيم، حان الوقت لتتعامل مع ذوقك بالمأكولات المفضلة لديك، ولا تنسى ملاحظة ما تشعر به في صباح اليوم التالي، ستمنعك التجربة المريرة من الانجذاب نحو الطعام الزيتي في المرة القادمة، وقد تحصل حتى على فرصة لإظهار التمارين البدنية للجماهير. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مارس إلى 31 مارس: أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر في أي وقت، وللأسف هذا ليس شعورا جيدا. لا تستسلم للدفاع الذي قد يجعلك تخرج كل شيء بداخلك، لأنك قد تعادي المحيطين بك وتجرحهم دون قصد. حاول أن تجد السلام الداخلي وأن تكون أكثر تفهما للآخرين. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 أبريل إلى 10 أبريل: أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير في الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أي مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه، إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرا في أنها تنبع من حالة عدم الرضا، لذلك عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث في ذاتك، عندئذ سوف تصل إلى جذور المشكلة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 أبريل إلى 19 أبريل: أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق، وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضا في الوقت الحالي، انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل، وحاول استخراج بعض الإيجابيات من الموقف. اشغل نفسك بالأمور التي تسعدك، وإلا فلن تستطيع التخلص من الإحباط وسوف تعادي الآخرين.